دور كبير لمصر في حمايه القضيه الفلسطينيه ومسانده الشعب الفلسطيني لانهاء الاحتلال واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه وتربط الشعبين المصري والفلسطيني روابط اخويه وتاريخيه تعزز الرغبه المشتركه للتعاون في كافه المجالات بما يحقق مصالح البلدين. ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت، تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، فلم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين منذ عام 1948. مصر اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعه سياسيه لمسانده القضيه الفلسطينيه منذ نشاتها، وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه وايجاد سند قانوني لقيام دوله فلسطينيه على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه ومعترف بها من الامم المتحده، وياتي هذا الحرص عن اقتناع تام بان أن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة، ولتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الابرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بقطاع غزة، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني وبهدف تحقيق الوفاق بين الفصائل المختلفه ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهره في جولات متكرره منذ عام 2002 اكدت خلالها مصر ضروره وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل ركيزته الاساسيه تخويل السلطه الفلسطينيه واجراء مفاوضات مع اسرائيل في القضايا المصيريه وعدم قيام اي فصيل من الفصائل او السلطه الفلسطينيه الخروج عن البرنامج السياسي الموحد أو الانفراد باتخاذ القرار كانت وستظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني